تحياتنا للجميع، لكل الناس، كل الأسر الأردنية، حتى لكل اللي عم ببعثوا لنا على صفحتنا، صفحة يوم جديد. كل عام وأنتم بألف خير من المشاهدين والمشاهدات، وأنتم يا ربي بألف خير. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله دائما يا ربي وطننا بخير والجميع بخير. على كل حال، العيد فرصة اجتماعية أيضا، كما هي فرصة دينية هي أيضا فرصة اجتماعية لنغير نفسياتنا ونقرب من بعضنا البعض ونتزاور ونكون مبسوطين. مبسوطين هيك ببساطة، هي أيام للفرح، وإن شاء الله يربي كل قلوب الناس بتضلها فرحانة. نهاية الرماوي اليوم معنا، وهي استشارية اجتماعية وأسرية. أهلا وسهلا فيك يا نهاية. أهلا فيك، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف حتى خير. نهاية بتقول لي إحنا أنا دائما باجيكم هيك لابسة رسمي، اليوم حبيت ألبس لكم لبس عيد. أنيقة جدا نهاية، كل عام وأنت بألف خير. بألف خير. أهلا حبيبتي، أسعد الله صباحكم. كل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك. حبيبتي، إحنا تحت الهواء عجبتني كلمة قلتيها اللي هو كسر النمط. قلتي لي جميل إنه الواحد يكسر نمط حياته كل فترة وفترة، والعيد هو بجزء أفضل وسيلة لكسر هذا النمط. شو ممكن نحكي عن هذا الموضوع؟ طبعا إحنا بنعرف إحنا في دوامة الحياة بنعيش بنمط معين، روتين معين. هذا الروتين إذا ظل يتكرر دائما هو راح يعملنا مشاعر سلبية وإحنا مش عارفين. بالتأكيد. فدائما نحن بننصح الناس وبنحكي إنه ضروري إنه أنت تكسر هذا النمط بأشياء كتير بسيطة. وبيجي العيد مثلا، عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى وبعض حتى الأعياد أو المناسبات صغيرة بنعملها ببيوتنا لأولادنا، هي حتى تكسر هذا النمط. تمام. لها بتجدد مشاعرنا، بتجدد تفكيرنا، بتجدد حياتنا، بتشحننا بطاقة إيجابية، بتشحننا بأنه إحنا نغير. يعني بتعطينا فترة استراحة، استراحة المحارب من هاي الأشياء اللي بتصير معنا. والله حلو استراحة المحارب فعلا. يعني أنا مع أنه الواحد بهاي الفترات العيد حتى يعني بدنا نزور بعض وبدنا نعمل كل واجباتنا، بس حاول الواحد يرتاح شوي كمان، فرصة يعني للعطلة. هي العطلة أكيد مريحة، بس العيد إجا لهدف، لأنه إذا ضليتني أنا بفكر أني بدي أرتاح وفعليا أنا ما عم بعمل الإشي المطلوب مني. المعقولة مش إنه يتنصل من واجباته. أكيد. بالعكس، بخلي العيد كل ما أنا كل ما تحركت. حتى أحيانا إحنا بأيام العطلة بنحب نقعد، بنحب ننام نرتاح، بس فعليا لما يطلع البني آدم بحس طاقته غيره، بقول الحمد لله إني طلعت. بنفكر إنه لما نقعد بالبيت هذه هي الراحة. أحيانا الراحة الراحة الجسدية، تحس جسمك أخذ وقته من النوم، أكلت، ارتحت، بس اطلع، ما تضلك قاعد بهاي البيئة المغلقة. والعيد فرصة إنه نحن نبدأ نتزاور، نبدأ نشوف بعض، لأنه أفضل علاج لأي آفة نفسية هو العلاقات الاجتماعية، والعلاقات الاجتماعية الإيجابية. طبعا أنا بحكي بهالحالة. معك 100% فعلا. أفضل علاج لمشاكلنا أو الاكتئاب والعزلة والوحدة هي العلاقات الاجتماعية. طبعاً. بالتأكيد. عشان هيك أنا بقول مع التكنولوجيا اللي نحن عايشين فيها وهيك، صاروا الناس يميلوا إنه يعني ما عم نشوف طقوس عيد زي زمان. بتعرفي ست نهاية قدين الواحد بيضل يقول أيام زمان والعيد أيام زمان. ما هو الناس كانت غير أيام زمان، فعليا كانت غير. كانت تقوم تلبس أفضل ما عندها وتطلع وتاخد أولادها ومن بيت لبيت وعند الجيران. هلأ الناس عم بتميل للكسل أكثر بوقت العيد. ما هو كانوا يقولوا زمان العيد فرحة، ليه؟ للسلوكات والشعائر اللي فعلاً عم بتكون فيه. بيصحى الواحد الصبح على صلاة العيد، بيطلع بتزاور، بيشوف الناس، بيجهز القهوة، بيحط الكعك، بيحضر الضيافة. هلأ الناس لأنه صار في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا بعيد عن الناس، بحط لي بوست على الفيسبوك، بوست وخلص وعملت الواجب، وصار يعتبر أنه هاي الأشياء هي عبارة عن واجبات أو أشياء لازمة مني بدي أعملها، فخلص أنا قمت العتب عني، حطت بوست أو بعدت لي على الواتساب. حقيقة هذا الشيء بيأثر جدا على الصحة النفسية للشخص. ولذلك إحنا دائما بندعو أنه لما تكون علاقاتك الاجتماعية، إحنا طبعا نعرف نعيش بمجتمع ممكن يصير خلافات، ممكن يصير زعل، ممكن أنه نختلف نحن وياك، بس العيد بتيجي دائما فرصة للتسامح. تماما. وحقيقة العيد أصلا هي عبارة عن مشاعر، زي ما حكينا، مشاعر فرحة، مشاعر تسامح، تصالح مع الذات ومع الآخرين. كلها هاي الأشياء بتغير بكيمياء دماغك وبتخلي عندك فعلا أنت تصير الإنسان سعيد. لكن إذا بده يجي العيد، أنا هذا ما إجا عندي المرة الماضية، أو هذا ما بسلم عليه، ما بحكي، طب ما هي فرصة، هي إجا زي بعطيك إكسكيوز أو بعطيك مبرر إنه روعة هذا الشخص لأنه العيد موجود. فأنت اكسر الحاجز هذا وادخل على هدول الناس وسلم عليهم، وأكيد هدول الناس خليك البادئ بالخير زي طبعا بقولوا. وهذا الإشي مش بس عشان الأشخاص اللي قدامنا، لأنه لما الإنسان يكون علاقاته الاجتماعية جيدة حتى لو اختلفت مع الناس ببعض الأشياء، هذا الحكي يعود علي بالسعادة، بيعود علي بالثقة بالناس،
الناس طبعاً. انه اكون ناجح راضي عن نفسي حتى بيطول العمر طبعاً. يعني احيانا الناس اللي بيصيروا ينعزلوا بيصيروا حساسين ياخذوا مواقف من هذا ومن هذا وبصير يركز على كل الاشياء الصغيره والكبيره وشفت شو حكى لي وشفت شو حكى لي وما سلمتش علي لما اجيت يعني نتجاوز انا بقول نتجاوز يعني التسامح والقلوب الطيبه بتخلي حتى صحتنا النفسيه افضل طبعا أعتقد. سمر كمان انا بدي اضيف شغله لما حكيتي عن التواصل الاجتماعي هلا انا ببعث مسج مثلا لحدا اقول له كل عام وانت بخير وصلت المسج وصلت عن عباره عن شيء جامد لكن احنا لما نيجي نروح عند الناس ونسلم عليهم في لغه هناك هاي اللغه ما بتوصل للعقل دغري بتروح على القلب يعني احيانا حتى المشاعر لما بتتفسر بتروح على العقل بتتفسر بتصير مشاعر الا لغه الجسد هاي بتدخل دغري من العين على القلب يعني انا لما اجي اسلم عليك بحميميه طبعاً. اطلع فيك بنظره حب بنظره مثلا انه تسامح تبين ابتسامه قدامي. كلها هاي بتعطيني مشاعر يعني اذا بدي احكي لك اياها من ناحيه علميه هي بتفرز عندك ناقل عصبي اسمه الاكسيتوسين هذا الاكسيتوسين كل ما رفعتي كل ما صرت انت انسان محب بتصير تخفف من مشاعر السلبيه الغيره الحقد مشاعر تجاه الاخرين التنافسيه غير الشريفه فكل ما رفعنا الاكسيتوسين كل ما خفت هذيك الأشياء ففرصة أنه أنت بالعيد هذا هرمون الإكسيتوسين هذا كتروا منه يعني هذا بالعيد بس بيطلع أكثر شيء هو بيقدر الإنسان بالعناق يعني الصبح لما الوحدة مثلا تحضن طفلها تسلم على زوجها بطريقة حلوة زملائها وزميلاتها مثلا بالابتسامة العناق هذا كله بفرز إحنا على فكرة السعادة والانبساط والفرح ما بده كتير أشياء معقدة. ما بده معقدات ما بده مادة ما بده شروط بده أشياء سلوكات معينة بنعملها تزعلتي انت وصديقتك او تزعلتي انت وجارتك او انت وحدا كثير قريب منك ما في داعي انه انت تضلك تكبري الفكره براسك وتضلك تعاندي وتوصلي خلي قلبك لطيف وطيب ونيتك صافيه وخلص واكسر هالحاجه أيوة. زي ما انت قلتي هي احنا بنحكي هذا الحكي بنفكر انه سهل بس فعليا على ارض الواقع لا صعب الناس ما بتقدر في معاناه وفي اثار نفسيه وفي اثار سلبيه على الشخص وتصوري هذا الشخص بيكون اقل ابداعا أقل نجاحا ما بيكون هذا الشخص متصالح مع حاله عشان هيك بتلاقيه بتخبط حتى بقراراته بتكون غالبا غلط لذلك أنا بحكي العيد يعني نحكي عنه روحانيات والروحانيات جزء كبير من السعادة لما نيجي نحكي للإنسان بدك تشوف ايش كيف تشتغل على سعادتك من ضمنها عدا عن انه اشتغل على العقل وعلى المعرفه وعلى الجسد الروحانيات لما انا اجي مثلا اعمل صله رحم لما اجي اتواصل مع الاقارب حتى لو كان في قطيعه بحس انه انا بديت هنا ازيد من الروحانيات وبالتالي بتاثر على حياتي فعلياً. هو اجى في الدين هذا وفي كل الاديان دعت لهذه المحبه طبعاً. ولهذا طبعاً. التسامح ولهذا التصالح والفرح تعرفي الفرح. يعني انا دائما بقول انه ولا في يعني دين من الاديان على وجه الكرة الأرضية دعا إلى الحزن أبدا يعني كل الأديان كل الشرائع تدعو إلى الفرح الفرح على فكرة شيء محمود إحنا ما بعرف ليش بنزعل منه مرة أو في عنا مشكلة مع إنه نكون فرحانين لا نستكتر على حالنا لا عيب ولا حرام بالعكس هو شيء محمود جدا إنه نكون إحنا فرحانين ونتواصل ونفرح ونبتسم ونضحك مزبوط. ونحكي نكت وما مزبوط. في مشكلة أبدا تعرف إحنا شو اللي بيصير معنا بنعيش الحزن يعني بنعطيه للماكسيمم والفرح بنخاف نعيشه بس هو فعليا شوفي حقيقة المشاعر كلها واردة يعني الحزن وارد الغضب وارد الألم وارد خيبات الأمل واردة زي ما مشاعر السعادة واردة وبدنا إياها وبدنا نكترها هي موجودة ما بنقدر نتجاهلها أو نتغاضى عنها أو إنه نقول مش موجودة يعني لما الإنسان يصير عنده موقف بحزنه أو بزعله أنا بقول أعطيه حق من هاي المشاعر اللي هي موجودة شئنا أم أبينا ما في إنسان بده يعيش سعيد طول عمره فرحان طول عمره هي المشاعر لما تيجينا نتطلع على هاي الظروف نتطلع على الفكرة إذا قدرت أغير بغير وعشان هيك أنا بدي أربطها بكلمة العيد هلأ يعني نحن عنا شوفي هلأ عطلة رح نقعد فيها نبدأ نراجع حالنا نراجع علاقاتنا نبدأ نبادر ودائما خيركم من يبدأ بالسلام السلام طبعا. شو هو السلام الداخلي إنك تكون متصالح مع ذاتك تكون راضي عن حالك والإنسان الواثق من نفسه والراضي عن حاله على فكرة هو اللي بيبادر فعلا. والإنسان اللي عنده مشكلة نفسية بالزبط. هو اللي بيصير أنا دائما هاي بقولها المبادر بالخير هو الأكثر ثقة بنفسه والناس اللي يعني أنا ما بسلم لا سوري أنا ما هاي إذا مرأت هاي فلانة مستحيل أقوم أسلم عليها أو الرجال يعني في عالم
هدول أعتقد أنهم يعني ثقتهم بنفسهم أقل، تصالحهم مع نفسهم مع الآخرين أقل طبعا. وإبداعهم حتى بجوز أقل، أنه المتصالح طبعا. مع نفسه إبداعه أكبر. بدي أقول شغلة، بدي أرجع ست نهاية لموضوع أنه الناس تبدع بالحزن كثير فعليا ولا تبدع بالفرح، والفرح على فكرة إحنا بنقدر نصنعه. يعني إذا إحنا في إشي حزني مش بإيدي، بجوز إشي يحزني ممكن يعني يصير في أي، بس الفرح نحن بنقدر نصنعه بأنفسنا. فعلا الكلمة حكيتيها، الفرح صنع أنفسنا، دليل أنه نحن نكون في فرح معين أو في مناسبة حلوة وداخلنا حاملين هيك معنى الحزن وماشيين للحسن. يعني مش لإشي، لأنه نحن يمكن في بعض المعتقدات اللي موجودة عندنا ما تعودنا نعبر أو بنخاف نعبر، بنخاف من أشياء معينة، منها أنه بنخاف الناس تحسدنا، بخاف أنه يصير إشي مش كويس، بخاف أنه إذا انبسطت كتير تصير بعدها، يعني زي كأني بستكتر على حالي هاي الأشياء. لا، عيش الفرح، الله يجيرنا منها الضحكة مثلا، نعد حتى نستكتر حالنا إذا ضحكنا طبعا. وهذا الإشي بتعرف شو بعمل بالدماغ؟ دغري بعمل كت للموضوع، بقول لك وقف وارجع لمشاعرك، بتصير تسحبك لتحت. هاي الأشياء صح صح. أنا بتمنى إن شاء الله إنه يكون فعلا هذا يعني أجمل شيء، كل كلامك جميل، لكن فعلا كسر النمط ضروري، كسر النمط بالمحبة أكثر، بالفرح أكثر، وبإنه نغير هالروتين اللي منعيشه دائما بوظائفنا وبشغلنا وبالأشياء المسؤوليات الكثير اللي منعيشها. ست نهاية شكرا جزيلا لك، نورتينا اليوم حبيب. شكرا.